صباح الخير على حضراتكم واهلا بكم في الفقره الطبيه، الفقره اللي متعودين دايما نقدمها لحضراتكم في اخر فقرات صباحك عندنا. والنهارده معاد فقرتنا التجميليه مع خبيره التجميل اميره مصطفى. اميره، النهارده هتكلمنا عن مشاكل البشره، ازاي نقدر نداريها بالميك اب، كمان لو عندنا مناسبه قريبه والوقت قصير ازاي نحل كل مشاكل بشرتنا وشعرنا بالطرق التجميليه. خلونا نبدا فقرتنا مباشره ونرحب بضيفتي وضيفه حضراتكم النهارده اميره مصطفى، خبيره التجميل بيوتي سنتر جرين. صباح الخير يا أميرة، منورانا النهارده. نورك، ربنا يخليك. أميرة، زي كل المصريين والوطن العربي كله بيبقى عندنا مشاكل، بس ما بيكون عندنا مناسبة بنكتشف المشاكل دي. طب خلينا نبدأ بأهم المشاكل اللي بتخص السيدات ومشكلة الشعر. لو عندنا سيدة شعرها خفيف وباين جدا إن شعرها خفيف، بتتعاملوا إزاي مع المشكلة دي، خصوصا لو في مناسبة قريبة؟ اوكي، زي ما احنا كنا دايما بنقول يا بوسي، في مشاكل في الشعر بتاخد فتره طويله، وعامه علاج الشعر بياخد فتره طويله، وفي مشاكل تانية بنقدر نحلها في فتره قصيره. لو أمين. هي مشاكل وقتيه فاحنا لازم نحلها في الوقت أوكي. ده لو هي عندها مناسبه فمضطره ان هي تعمل تسريحه شعر او تعمل تشينيو او هتعمل شعرها بطريقه معينه، طبعا بنلجا للاكستنشن. ده بيبقى علاج وقتي علشان نقدر نحل بيه مشكله ان الشعر خفيف او ان شكله قليل، او لو عملنا بيه تسريحه مش هيبقى شكلها حلو قوي. تمام. انما بقى لو هنتكلم على علاج الشعر اللي هو علاج الشعر لا طبعا، طالما ان الشعر خفيف ده معناه ان في تساقط، طالما في تساقط يبقى نبص لجوه مش لبره. اوكي، اكيد في طبعا عوامل بتاثر من بره بس بيبقى الاغلب من جوه. في فيتامينز بتتاخد عشان الشعر، ما ينفعش ان انا ابقى باخد مالتي فيتامين واقول ما انا باخد فيتامينات. الحاجه اللي بتخص الجسم كله لازم نعمل حاجه للشعر بس بالتحديد، لان احنا بنزود الدوز او بنزود الجرعه اللي بنديها للشعر لانه اكتر احتياج من الجسم كله. تمام. فبيبقى فيه زي كورس علاج كده، بيبقى عباره عن حقن بتتاخد، دي ما بتزودش شعر الجسم، ملهاش علاقه بالهرمونات خالص، ما بتضرش الجسم في اي حاجه، هي عباره عن مجموعه فيتامينات. واي حد بيجي لي انا ببتدي اشرح له هي عباره عن ايه واحده واحده، وبيقرا الكونتينز بتاعتها برده عشان يبقى فاهم هو بياخد ايه. ودي نصيحه مني يا جماعه، ما ينفعش تاخدوا حاجه انتم ما تعرفوهاش، مش عشان اي تراستد في حد او شفته في حته ماشي يلا انا راحة معاك، لا شوفي وافهمي واسالي مره واثنين وثلاثه. صحيح. وكل اسئله جواكي طلعي عشان مش سهل قوي ان احنا نصلح. وبعد ما بناخد كورس الحقن ده بيبقى مكثف شويه، بناخد معاه زي كبسولات او تابلتس كده، دي برده بتبقى فيتامينز، بس طبعا العلاج بالحقن بيبقى اسرع واسهل. أسرع طبعا. فاحنا بندي سبورت الاول او دعم كويس للشعر، وبعد كده بنبتدي نكمل بالكورس بتاع التابلتس او الحبوب اللي بناخدها بعد كده. تمام. اميره، دايما في كل فقرات انت بتكلمينا عن العنايه سواء بالشعر او بالبشره، ودايما بتقولي انا بقول كلام بس اهم حاجه ان انا في البيت اعتني. الشعر الخفيف يعني ليه طريقة للعناية بيه؟ اكيد طبعا، هي كل المشكله ان الناس بتقول انا لازم شعري يبقى شكله حلو وبس، بس ما بتفكرش بقى في اي نقطه تانية، يبقى صحي، يبقى متغذي كويس، الشعريه نفسها تبقى قويه، كل النقط دي احنا شايلينها، المهم عندي الشكل اللي هو من بره، بس من جوه في ايه؟ مفيش. التغذيه طبعا دي رقم واحد، لازم نهتم بالغذاء. تقريبا كلنا مبناش ناكل خضار، ما بيناش ناكل اكل صحي، كله فاست فود. نركز شويه في الموضوع ده لان هو مش بيضر الشعر بس، ده بيضر كل حاجه في جسمنا. تاني حاجه لازم نخلي بالنا من البصيله بتاعت الشعر، زي ما لسه قايله لو الفيتامينز مش موجوده احنا نسبورت الجسم بالفيتامينز من بره. تالت حاجه نبعد عن المواد مجهوله المصدر، كميه المشاكل يا بوسي اللي بتجيلي، اصل انا رحت عملت كرياتين، اصل انا فردت شعري بجلات، اصل انا اصل انا اصل انا اصل انا، كله بيجري ورا حلم الشكل من بره. طب من جوه، طب انت مفكرتيش انك مع الوقت انت بتحنطي الشعرايه بالكرياتين ده، بتحنطيه بالبروتين ده، فاللي بيحصل بتفقد كل حاجه، تحنيط. فبتلاقي مع الوقت الشعر بيقع بيقع بيقع، والمشكله كمان مش بيتكسر، مش دي المشكله الاكبر بالنسبه لي، الشعر بيقع من المنبت لحد تحت. تمام. فانت بتخسري شعرايه كامله، مش نص شعرايه وهترجع تطلع تاني. فيا جماعه نخلي بالنا كويس قوي من الموضوع ده. لما حد بيجي لي انا بقعد اشرح له البروتكس تقريبا في اكتر من نص ساعه. لازم تفهمي كويس قوي انت بتعملي ايه، بتحطي ايه على شعرك، ليه البروتكس امن وغيره مش امن. طب انا اعرف منين ان في فورمالين ولا ما فيش فورمالين؟ صحيح. طب اعرف منين هيضر شعري ولا هينفعه؟ طب انتوا ليه بتقولوا ان هو بروتين معالج وعليه بوتوكس؟ طب انا باخد منين نسبه الفرد طالما ما فيش فورمالين؟ اسالي كل الاسئله دي، اعرفي ليه البروتكس في فرق ما بينه وما بين اي ماده فرد تانيه، عشان تقدري تعرفي ايه اللي يفيدك وايه اللي يضرك، سواء معايا او مش معايا. طب بما انك اتكلمتي عن البروتكس، خلينا نشوف تقرير ازاي بتستخدموا البروتكس في بيوتي سنتر جرين، ونرجع نكمل كلامنا عن مشاكل الشعر. اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء،
ومنورنا مرة تانية جوه جرين بيوت سنتر. النهاردة احنا عندنا حالات جديدة هنقدم لكم حاجات انتوا كنتوا سألتوا عليها كتير، وناس كتير كانت تقدم لنا استفسارات علشان خاطر عايزة تعرف حاجات عن الشعر، مشاكل الشعر، الألوان الجديدة في الشتاء، التسريحات الجديدة، ازاي لو شعري قصير اقدر اخليه طوله أطول شوية، ازاي بنركب الاكستنشن، شكله بيبان ازاي في شعرنا. كل الأسئلة دي احنا هنرد عليها النهاردة من خلال تقريرنا جوه جرين بيوت سنتر. خليكم معانا، هنشوف حالات كتير قوي النهاردة، واستنونا ما تروحوش في أي حتة. أميرة، احنا شفنا التقرير وشفنا ازاي بتستخدموا البروتكس، وشفنا قد ايه هو مادة امنة، يعني احنا كنا بنستخدمه مع طفلة، بس عايزاكي بقى تشرحي لكل السادة المشاهدين ايه هو البروتكس، المادة عبارة عن ايه، وازاي بنقدر من خلال المادة الامنة دي نحل كل مشاكل الشعر. تمام، هو البروتكس يمكن مصطلح غريب قوي على ودن ناس كتير. بروتكس، ساعات ناس تسألني في التليفون بوتوكس قصدك بروتين؟ لا، هو بروتكس. بروتكس هو اختصار لكلمة البروتين والبوتوكس مع بعض. هو عبارة عن مادة بروتين علاجي، وزي ما احنا عارفين طبعا مادة البروتين العلاجي مفيش ناس كتير قوي بتستخدمها في مصر، لان اول حاجة هي غالية كتكلفة، وتاني حاجة لان هي ما بتديش نسبة فرد. بس احنا طبعا كمصريين، لا انا عايزة شعري ناعم، انا عايزة شعري مفرود، انا عايزة اخلص من قصة ان انا اصحى كل يوم لازم اعمل سشوار بيبي ليس، لازم شعري دايما شكله حلو. فكان لازم نسبورت النقطة دي، اللي هو مش هنغذي الشعر بس، مش هنعالج الشعر بس، احنا عايزين نسبة فرد. طب فرد هنروح للفورمالين طبعا. يعني مادة الفورمالين حاجة مضرة جدا. خليني طبعا اقولك ان بابسط حاجة عشان الناس تقدر تفهمني، هي بتحنط الشعر. تخيلي في حاجة في جسمك متحنطة. فعشان نبعد عنها اتجهنا للبوتوكس. البوتوكس واخد اسمه شوية من البوتوكس بتاع الوش، اللي هو نفس الميكانيزم، او هنشرحها برضو ببساطة للناس. هو بيشد بس الشعر، يعني كل بيعمله ان هو بيفرد التجاعيد اللي في الشعر، بيشدها زي الاستك مش اكتر من كده، وملهوش اي علاقة خالص بان هو بيحط حاجة على الشعر او المادة ديت فيها فورمالين او حاجة. فاحنا كده خدنا التغذية من البروتين العلاجي، وخدنا نسبة فرد مرضية من البوتوكس. الفكرة بقى في الناس اللي بتجيلي بيبقى عندها فكرة السحر، ان انا هخش واطلع واحدة تانية وشعري ده حرير وفظيع. السحر في هاري بوتر بس، مفيش سحر خالص للشعر. وما بينفعش ان احنا نعمل حاجة مش طبيعية او بالعقل كده. يعني انت لو فكرتي في الموضوع ولقيتي ان هو لوجيك او طبيعي، اعرفي انه ممكن يحصل. لقيتي ان هو مش طبيعي، يبقى ما ينفعش يحصل، او لو حصل هيبقى له اضرار. هي نفس الفكرة برضو في البروتكس. احنا معانا نسبة فرد تقريبا، بس على حسب، لو شعر افريقي مجعد قوي بنبتدي من 60 لحد 90. لو الشعر طبيعة التجعيد اللي فيه مش عالية قوي، بيبقى من 70 ل 90، which is انا شايف ان هي نسبة مرضية جدا، انك تتحولي زي ما احنا شفنا في الفيديو من شعر اكرت او مجعد قوي كده ومفهوش صحة ولونه بهتان قوي، لشعر يكون مفروض بنسبة كويسة قوي. فخلينا نقول للناس ما تجروش ورا احلام، ما تجروش ورا حد مفهمكم ان ده سحر. هو مش سحر، كل حاجة بالعقل، وكل حاجة لازم نعقلها ونوزنها في دماغنا قوي
قبل ما اخد قرار انا هعمل ده او مش هعمل ده، هتعملي حاجه خليكي مقتنعه وانت بتعمليها وفاهمه كويس او انت بتعمليها ليه، اضرارها ايه ومنافعها ايه، ومع الوقت ايه اللي هيحصل. تمام. طب انا عايزه اعرف يا اميره، يعني البروتكس مثلا بيستمر مدته قد ايه؟ بما اننا لسه قايلين دلوقتي ان هو ماده امنه جدا، الشعريه بتعيش بطبيعتها خالص، الطبيعي ان احنا شعرنا بينمو مع كل مره بتنمو فيها الشعر، بتلاقي ان بيبتدي يظهر جذور عندنا والجذور دي بتطلع لبره. تمام. بروتكس ماده ظاهريه بنشتغل بيها على الشعر اللي موجود، ملهاش علاقه بالبصيله خالص. فالطبيعي ان الشعريه بتطلع بطبيعتها القديمه او بشكلها القديم. فالناس بتتضايق، الشعر من تحت مفروض شكله كويس ولسه متغلف بالماده، بس من فوق بتبتدي الجذور تطلع. ده بيبقى على حسب نمو شعرك قد ايه. تمام. اذا كنت بتاخدي فيتامينز، اذا كانت الدنيا ماشيه معاكي كويس في الجسم من جوه، فالشعر نموه طبيعي. فاحنا بنتكلم من 6 شهور لسنه، ولو اطفال او سنهم صغير طبعا نموهم بيبقى اسرع، بتلاقي ان الفتره بتقل شويه. يعني احنا محتاجين نعيد على الشعر الطبيعي اللي طلع بعد كده. اللي طلع بعد كده، انما اللي فيه بروتكس من تحت هتلاقي ان الشعريه ما فيهاش مشكله خالص. لو حصل مثلا ان هو اتغسل بطريقه مش كويسه، نزل بسين، راح البحر، اتعرض لحاجه تكون مثلا اثرت على الماده شويه، بيبقى فيها مشكله بنعيدها طبعا مع بقيه الشعر اللي طالع جديد. تمام. وبالبروتكس بقى بنحل مشاكل الشعر الهيشان والتقصف اكيد وغيره. طبعا زي ما احنا شفنا في الفيديو، انا بحب دايما يبقى معايا تقرير او فيديو عشان الناس تشوف قبل وبعد، لاني مهما اشرح هم مش هيتخيلوا انا شعري مجهد قد ايه. انا بشوف قدام المرايه شكلي كويس، بس اصل شعري تعبان شويه. بس انك تشوفي ان هو مقصف وجاف وبهتان وهايش، مش تقدري تشوفيها غير لما يبقى قدامك وشايفه المنظر العام كله على بعض شكله عامل ازاي. تمام. اميره خلصنا مشاكل الشعر، خلينا ندخل بقى في مشاكل البشره والحاجه اللي انا بحبها جدا، الميك اب. بس قبل ما نتكلم ازاي نداري مشاكل البشره بالميك اب، خليني اسالك عن العنايه اليوميه بالبشره، وخصوصا بقى للبنات او السيدات اللي دايما بيحط ميك اب او بيحبوا الميك اب. ماشي. ستيب 1 عشان نخلي بالنا من بشرتنا، بتحبي الميك اب تقدري تستغني عنه طبعا. مش راضيه تنزلي من البيت وانت مش حاطه ميك اب، اول ما تروحي شيلي، ده رقم واحد. اوكي. اتنين، نبعد شويه عن الحاجات الرخيصه. هي طبعا مش الغالي هو الكويس، انا ما بقولش كده، بس المناسب. افهمي الكونتينز، اقري ايه اللي مكتوب على العبوه، فيها ايه دار، فيها ايه مش دار، ينفع تستعمليها وانت نازله في شمس وفي صيف ولا ما ينفعش وده هيبقى مضر وهيسئلك اكتر. نفهم ونستعمل، ما عنديش مشكله انك تحطي ميك اب. ظروف شغلك مثلا، انت خدتي على شكلك بتحبي تباني بمظهر معين، اوكي. بس اول ما نروح هنشيل الميك اب خالص ونمسحه كويس جدا من على وشنا، وبالذات منطقه العين، لان الجلد حوالين العين او المنطقه اللي هي محيطه بالعين بيبقى ضعيف قوي، واقل جلد يعني رقيق قوي، فده اكتر حاجه بتتاثر. هتلاقي سنه تانية هتبتدي تظهر خطوط حوالين العين، وده بيعمل مشكله لناس كتير قوي، ان هي يبقى سنها في العشرينات وجلدها او بشرتها مدي على سن الثلاثينات. دي اول حاجه. تاني حاجه، خلاص احنا حطينا ميك اب ارهقنا الوش في الفتره دي، يلا بقى عوضيه. حطي حاجات مرطبه. أوكي. استخدمي حاجات طبيعيه، فيتامين اي الكبسولات اللي هي في الصيدليه دي كويسه جدا. حلو. هنجيب جدا. واحده بالليل هي بتبقى تقيله او لزجه شويه، ناس ما بتحبش ملمسها. هنجيب اي كريم مرطب عندنا، انا ما بقولش حاجه معينه خالص، ومش هقولك حاجه غاليه ولا رخيصه، كريم مرطب تكون بشرتك واخده عليه ومستريحه. تمام. حطيه في كف ايدك بس حته صغيره، ونفضي عليه الكبسوله دي، وندعك بيها الوش كويس، ولما نصحى الصبح مثلا قطنه وميه ورد ونمسح وشنا. حلو. خلاص انت عملتي سبورت لوشك، سواء حطيتي ميك اب ما حطيتيش ميك اب، انت في الحالتين مستفيده وعوضتي. زي ما حطينا الميك اب 4 5 ساعات، هننام 4 5 ساعات بديت، هنحط دي قدام دي، هيبقى في توازن نوعا ما في البشره. تمام. اميره يعني بحب نصايحك جدا جدا، بس خلينا بقى نبدا في الميك اب. يعني مثلا بيجي لك عروسه في بيبقى عندهم مشاكل كتير جدا، بس اكتر المشاكل اللي تجيلك اول عروسه ما تجيلك تقول لك انا عايزه اهم حاجه المشكله دي تتدارى بالميك اب، ايه هي؟ اكيد. بصي، اول حاجه وطبيعي كلنا مش عاجبنا شكل الانف. طبعا ده طبيعي، يعني انا ما شفتش حد راضي. عايزه اقول لك يا بصي، انا بيجي لي ناس مناخيرها صغننه وتقول لي اصل انا حاسه الفتحه دي اكبر من الفتحه دي، ما حدش عاجبه حلو. يعني مفيش حد، ما شفتش حد متصالح مع نفسه للدرجه اللي هو ايه، لا انا حلوه بس عايزه ابقى احلى. ما وصلتش للمرحله دي. الصوره اللي احنا شايفينها على الشاشه دي، انا على الفيسبوك يا بوسي باخد كميه كلام على الصوره. انتوا مرتهاني، انا اتصدمت. لا يا جماعه، لا انتوا كدابين، لا والله ما كدابين. دي هي دي كانت قبل وبعد. هي كانت موديل احنا كنا جايبينها. أوكي. وكانت بالنسبه لنا تحدي، لان تقريبا انا كنت جايبه فيها اغلب مشاكل الميك اب اللي ممكن تقابل اي واحد. واضح اساسا قبل الميك اب. يعني اول حاجه الجبهه كانت عريضه جدا. وتاني حاجه احنا زي ما احنا شايفين مفيش حواجب اصلا. العين مساحتها مش واسعه.
الانف كان طويل شويه، وعندها الخطين بتوع النيزوليبيان اللي هم اللي جنب اللي هو منزلين من الانف لحد البق تحت، وشها كان رفيع قوي. انا كان تعليقي على الصوره، انتوا وديتوا المناخير فين؟ ودينا موجود. احنا بنشتغل بحاجه اسمها كونتور، بس خلينا ناخدها واحده واحده. أوكي. اول حاجه طبعا موضوع الجبهه العريضه ده كان برضو تحدي، ان انا مش هنزل قصه عشان ما داريش الجبهه، لا. تمام. انا هخلي الشعر مرفوع وبرضو هيبقى شكله حلو، فطبعا الفوليوم في الشعر من فوق ده كان عامل لي سبورت كويس قوي. هي اكيد حاطه اكستنشن عشان ما ابقاش كدابه طبعا، لان شعرها كان خفيف، ودي عالجناها بالاكستنشن زي ما كنت بتكلم معانا في اول الحلقه. عملنا فوليوم من فوق كان مساعدنا ان الشعر من فوق لونه اغمق من تحت، فده كان مدي المساحه بتاعه الجبهه ان هي اقل شويه. صحيح. بعد كده الحواجب، شكل الحواجب كان طبيعي قوي بالرغم من ان هي ما عندهاش حواجب، احنا ما عرضناهاش خالص. احنا مشينا على الرسمه بس غطينا الديفوهات اللي فيها، وده ادانا مساحه كويسه في العين. لو كنت تعرضت لها حواجبها كان اللي هيحصل المساحه هتضيق اكتر. وهي اصلا عينيها صغيره. بعد كده عند المناخير وعند الخدود كان لازم برضو نخلي الوش مدور نوعا ما عشان ما يبقاش بالرفع ده، فيدينا سنه اكبر. تمام. ده كان كله كونتور بقى. الكونتور زي ما قلنا، يا اما لو عايزين نزود في المساحه بنغمق وبعد كده بنفتح، والنوز برضو او المناخير احنا غطيناها بنفس الطريقه، ان احنا عملنا لها كونتورنج فبانت اقصر واعرض شويه، لان هي كانت مناخيرها رفيعه قوي. وكان عندي مشكله تانية برضو في اللبس، ان هي كانت رفيعه جدا. تمام. فكره التحديد او الليب لاينر ستيل موجود، بس اللي هو ايه بندخله جوه الروج، ما بقاش ينفع ان انا ابقى حاطه تحديد لون باين قوي وبعد كده الروج لون تاني. في ناس كتير بتسالني ينفع اكبر شفايفي مثلا بالروج او بالتحديد؟ ينفع. تمام. بس مساحه معينه عشان ما تبقاش اوفر منك قوي فيبان ان هي فيك. تمام. طب اميره، في الصوره اللي معانا انت قلتي ان حواجبها كان تقريبا مختفيه تماما، احنا رسمناها بشكل طبيعي عشان تدينا مساحه، العين كمان كانت صغيره وفيها تجويف شويه فمش باينه، الصوره بعد الميك اب باين عيون ما شاء الله، ويعني حواجب جميله جدا. عايزاكي بقى تشرحي لنا خطوات الميك اب في الحواجب والعيون، وبتختلف بقى من شخص لشخص من عين لعين كده يعني. خلينا نقول ان الحواجب بقت حاجه مهمه قوي في الميك اب دلوقتي. طبعا. ناس كتيره جدا، ما كانش اغلب البنات بتهتم قوي برسمه الحواجب علشان تخليها تبرز العين اكتر. تمام. اوكي. الحواجب دلوقتي بقى ليها حلين، زي ما احنا قلنا في البدايه احنا بنتكلم على الحل السريع بان احنا بنرسمها، بس انا طبعا ما انصحش اي واحده ان هي كل يوم وهي نازله تقعد ترسم حواجب. صحيح. زيها زي اي حاجه في جسمنا هتتاثر برده بالمواد الكيميائيه. فكان الحل ليها او الحل اللي ظاهر بقى له فتره كان البيرمننت ميك اب، اللي هو التاتو اللي بيقعد معانا تقريبا حوالي سنه ونص سنتين. ما بتغيريش شكل حواجب خالص، بالعكس احنا بنشتغل على الحاجب الاساسي، بنبتدي نداري الديفوهات اللي فيه، ما بنشيلهوش زي زمان. زمان كان اللي بيحصل يا بوسي انك تروحي عشان تعملي تاتو يتشال شعر الحاجب خالص، ونروح راسمين رسمه قلم. الموضوع كان شكله بيبقى فايق جدا، والبنات اللي هم التين ايجر وانتي طالعه ما بينفعش ان هم يعملوه، لان كان بيدي سن كبير، او دايما تلاقي مامتي ومامتك والناس كبيره تقول لك لا حواجب دي حواجب ست كبيره. دايما بيربطوها بالنقطه دي، لا انت لما بتعملي البيرمننت ميك اب او التاتو اللي هو طالع جديد الميك اب بيبقى شكله طبيعي جدا، سواء حد كبير في السن او حد صغير، هو في كل الاحوال بيناسبه قوي. تمام. وبرده الاي لاينر بيتعمل تاتو. في ناس بتحبه في ناس ما بتفضلهوش، بس انا بالنسبه لي هو حل سريع، وبنريح جلدنا شويه من فكره ميك اب وحاجات كيميائيه. طبعا. لما بنحب ان احنا نوسع العين شويه بالميك اب، اول حاجه مفيش كحل جوه خالص، بنحط كحل ابيض، اسود لا لان هو بيضيق العين اكتر. تمام. لو عندنا تجويف تحت العين ما بنعملش حاجه لايتنج او ما بننورش تحت العين قوي علشان ما يبينلاش اللي فوق اكتر. والايلاينر دايما بيبقى مفتوح من ورا عشان ما نضيقش العين. أميرة احنا اتبسطنا جدا جدا بوجودك معنا، دايما بستفاد الحقيقة من فقرتك، بتدينا نصايح لكل السيدات بالتحديد. بشكرك شكرا جزيلا أميرة مصطفى خبيرة التجميل ببيوتي سنتر جرين. بشكرك مرة تانية أميرة، وأكيد الأسبوع الجاي نتقابل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الطبيه انتهت، وانتهت معاها اكيد فقرات صباحك عندنا. بنتمنى لحضراتكم اكيد يوم سعيد وموفق، لكن قبل الختام اكيد هنسيب حضراتكم دلوقتي مع تقرير من مركز نبض مع دكتور رباب الرفاعي اخصائي الجلديه والليزر بمركز نبض. نسيب حضراتكم مع التقرير ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. زي ما انتم متابعينا يعني بالحالات اللي احنا بنعملها،
وزي ما احنا متعودين مع كل العينين بتوعنا بتوع تنسيق القوام والسنة المفرطة وعينين التجميل وعينين والعينين بتوعنا عموما سواء جلدية أو جراحة كلهم بيخضعوا لنظام متابعة مستمر. لكن بالنسبة للسنة المفرطة وعينين تنسيق القوام بيحتاجوا متابعة طويلة شوية عشان نحافظ على مستوى اللي هم وصلوا له وعشان نحافظ على طريقة الأكل اللي بيأكلوها عشان نحافظ على مستوى الجسم اللي هم وصلوا له. كل الحاجات دي احنا بنتابعها مع كل العيانين بتوعنا. احنا النهاردة معنا من ضمن العيانين بتوعنا هو مش عيان صراحة يعني هو ما طبعش عيان الأستاذ مجدي. الأستاذ مجدي كان عنده شوية دهون في الكرش وفي الصدر وفي الظهر وفي الأجناب. هو راجل كوتش رياضي بيشتغل في نادي شهير جدا يعني شغلته ان هو رجل رياضي. كان بيشتكي من شوية دفوهات في البطن وفي الصدر زي ناس كتيرة جدا موجودة في وطننا العربي عندهم المشكلة دي. زي ما احنا بنعمل الحالات الصعبة والكبيرة برضو الحالات الكومن دي اللي هي موجودة دي بتبقى برضو معانا وبرضو بيتابع بنفس الطريقة. وهنقول لكم ازاي بيتابع العيان. أستاذ مجدي زي ما احنا قلنا جه وبصيت عليه طبعا اسناله كل القياسات المترية بالوزن والطول وسمك الدهون بالسنتي. سمك الدهون بالسنتي بنعمله بالجهاز الجديد اللي عندنا اللي هو مش موجود غير عندنا اللي هو بيقيس سمك الدهون بالسنتي على كل حد. يعني احنا بنحطه على منطقة معينة بيقيس سمك السنتي عليها سمك الدهون على الدراع او سمك الدهون على الفخذ او الكلام ده. طيب ليه بنقيس الدهون على الكلام ده؟ عشان نبقى عارفين لو في رجل اكبر من رجل لو في ايد اكبر من ايد او دراع اكبر من ايد منطقه في البطن اكبر من منطقه. انا بيجي لي حالات كتير قوي من بره يعني مفيش داعي نقول بيجي من عند مين يعني بيبقى عندها بعد الشفط بيبقى عندهم دفوهات ومطبات كتيره قوي في الاماكن اللي اتشفطت. معرفش ليه بس يعني من ضمن الاسباب ان احنا ما بنبقاش عاملين مقياس للدهون دي او عاملين سيرفس اريا للدهون اللي احنا هنشفطها وعارفين هنشفط كام سنتي مش كام لتر. احنا ما بنتكلمش باللتر احنا بنتكلم بالسنتي عشان المسافه تطلع مظبوطه والبطن تطلع مظبوطه والظهر يطلع مظبوط ان ما يبقاش فيه مطبات ودفوهات حته عاليه وحته واطيه. وطبعا احنا معانا الاستاذ مجدي وهتشوفوه دلوقتي محدش عارف يكلمه طبعا بعد ما عمل صدره وبطنه دلوقتي وعمل وكنا طبعا عاملين له مقسمين له السكس باكس بتاعت بطنه. هو طبعا اشتغل عليها برضو شويه يعني برضو عمل مجهود ودلوقتي هو كويس وصحته كويسه وزي الفل. وطبعا بيتابع معانا كل شهر عشان نشوف اخباره ايه وحتى لما بيختفي شهر ولا حاجه بنتشيك معاه ونتواصل معاه. انا مجد العربي جيت مركز نبض من 15 يوم كشفت عند الدكتور عمرو شورى فالحمد لله من 15 يوم عملت العمليه ودلوقتي بقى شكلي بعد العمليه. كان قبل العمليه الحمد لله كان بطني كبيره بعد العمليه الحمد لله دلوقتي بطني بقى زي ما انتم شايفين الحمد لله نزل بقى عندي بطن بقى عندي دلوقتي بطني فيه عضلات متقسمه وبقى شكلي ومظهري قدام صحابي قدام اي حد بقى شكلي كويس والحمد لله دلوقتي بقيت لابس المقاسات اللي انا محتاجها واي مقاس في المقاسات الصغيره اللي كنت بلف عليها عشان اجيب مقاس على مقاس جسمي دلوقتي الحمد لله بجيب اي مقاس اللي هو بيناسبني وبلبس اي حاجه بالنسبه لي. انا مجدي العربي جيت النهارده اشكر مركز نبض والدكتور عمرو شورى على المجهود اللي هم عملوه معايا من ساعه ما جيت لحد دلوقتي الحمد لله. عملت عمليه شفط دهون وتنسيق قوام الحمد لله بقى 30 يوم شكلي رجع لطبيعته منظري بقى حلو وشكلي بقى حلو بقيت البس الحاجه اللي تريحني نفسيا او اي حاجه انا شايفها هتبقى حلوه عليا بقى الحمد لله بقيت اشتريها غير الاول كنت بشتري الحاجه بعد ما البسها احس انها مش حلوه عليا بسبب موضوع الكرش كان عامل لي ازمه نفسيا لنفسي انا. فالحمد لله دلوقتي انا شايف نفسي احسن من الاول وبشكر مركز نبض. الاستاذ احمد او المشهور طبعا باسم بندق اللي احنا كنا عاملينه اللي هو كان وزنه 151 احنا دلوقتي هو وزنه دلوقتي بقى 100 كيلو وزي ما انتم شايفين طبعا يعني احنا لو بصينا على صورته هنلاقي ان هو في منتهى الحيويه حتى مش باين ان هو
وشه فيه ترهل او ايديه فيها ترهل، لان زي ما بقول لحضرتك هو النظام والسيستم اللي انا حاطه عشان المتابعه بيخلي العيان يخس ويوصل لاوزان معقوله، وفي نفس الوقت ما بيحصلوش كومبليكيشنز او مشاكل، سواء المشاكل دي ليها علاقه بترهلات الجلد او مشاكل ليها علاقه بنقص الفيتامين زي ما انتم شايفين قدامكم. وهو كمان لما حكى وقال ان هو بيشتغل دلوقتي احسن وبيتقدم في شغله، فده واضح طبعا، وده بفضل المتابعه بفضل ان هو بيسمع التعليمات. احنا النهارده ان شاء الله معنا حاله الاستاذ احمد، هو يعني وزنه 151 كيلو، وبعد الكشف عليه وبعد الاجراءات اللي احنا عملناها له وتحليل بتاعته اللي احنا عملناها طلع ان هو فت، او يعني ينفع ان نعمل له عمليه، والعمليه اللي احنا هنختارها له هي عمليه تكميم معده او قص معده، وطبعا ما ينفعش حاجه اقل من كده عشان وزنه العالي. اسمي احمد محمد، بقالي فتره كبيره بعاني من الوزن الزايد وكده، وكان ناس كتير انصحوني يعني ان اعمل رجيم والعب رياضه وكده، بس كان طبعا ما بتجيبش النتيجه اللي الواحد بيبقى متخيلها. سمعت كتير عن عمليات التدبيس وعمليات التكميم وكده، وسمعت طبعا عن مركز نبض، وجيت هنا للدكتور عمرو بصراحه اقنعني بكلامه، وافقت يعني ان اعمل عمليه، وكنت في الاول خايف وقلقان وكده، فالدكتور طمني يعني وقال لي خير ان شاء الله، وان شاء الله قررت ان انا اعمل عمليه واشوفكم بعد العمليه. انا النهارده معاكم بعد 25 يوم من العمليه. انا كان وزني 151، النهارده انا وزني 129 كيلو. طبعا 22 كيلو او 23 كيلو ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا وانجاز عظيم، وان شاء الله يبقى في انجاز اكتر من كده، لان كانت الحياه معايا كانت صعبه جدا، وكانت الحركه معايا صعبه والشغل معايا صعب واللبس معايا كمان برضه صعب. فكان الواحد لما ينزل يشتري لبس او يشتري حاجه فكانش بيلاقي الحاجه اللي هو عايزها او الحاجه اللي هو بيدور عليها، فكان الحاجه اللي هو بيلاقيها بيشتريها، طالما جت المقاس بيشتريها. ودلوقتي انا مقاسي نزل من 6 اكس لحد 2 اكس، وفي تغيير كبير جدا، وانا حسيت بفرق كبير، وان شاء الله في انجاز احسن من كده. انتوا شفتوني طبعا قبل كده قبل ما اخس. النهارده انا بعد شهر ونص الحمد لله وصلت من 151، بعد شهر ونص انا وصلت 111 كيلو، وده فرق كبير جدا طبعا، وانا حسيت بتغيير كبير. والنهارده يعني انا حابب اشارككم فرحتي زي ما انا فرحان ومبسوط، وبنصح كل اخواتي واهلي واصحابي وحبايبي ان لو حد عايز يعني يغير من شكله او يعني يعدل من نفسه وعنده سنه كتير قوي يجي مركز نبض، والنتيجه زي ما انتم شايفينها. انا مش مجرد ان انا كلام وبقوله خلاص، يعني انتم شايفين النتيجه بعينيكم. انا النهارده وصلت بعد 68 يوم 100 كيلو. طبعا انا نزلت حوالي 52 كيلو، ده بالنسبه لي انجاز عظيم، بس ان شاء الله انا حاطط هدف في دماغي ان اوصل لحد 75 كيلو. وانا جاي النهارده اشكر مركز نبض، لان بصراحه يعني لقيت مقابله كويسه واستقبال حسن، لان كنت قلقان جدا من الموضوع اللي حصل يعني من العمليه وكده، لان في ناس كتير قلقتني. والنهارده انا جاي بطمن الناس كلها ان مفيش اي خطوره واي مشاكل من العمليه، وانا بشكر مركز مصر.